انا عمر شريف عبد المنعم عبد الحميد، كفر صار الشرقيه في مدرسه اركان حرب الشهيد محمد فاروق ثانويه بنين على البحر. جايب 407 من 410، مجموع 99 27 بالمئة في المية، علم رياضة. طبعا النجاح ده ما مش 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 ليا فيه يد، بقدر ربنا توفيقه ليا، توفيقه ليا ومساعدة أهلي ليا ومدرسينهم، طبعا فضلهم عليا مش هقدر أذكره في بالكلام. أحب أشكرهم طبعا، وربنا كريم. نو عليه إن شاء الله. ناوي ان شاء الله اخش كليه حسابات ومعلومات، او في الاتجاه ده يعني مايل له اكتر، ففي الغالب يعني ان شاء الله، وان شاء الله اجيب منحه الجامعه الالمانيه او الجامعه الامريكيه. هل كان في ساعات مذاكره ولا لا؟ ما كانش في ساعات مذاكره كمقدار ثابت يعني، بذاكر لحد اللي علي، اللي انا باخد بقسمه مثلا على ايام، وعندي صفحتين مثلا ثلاثه في كل يوم، اصل السنه طويله، فلما انت تتقسم حاجات كده على الايام بتلاقي الدنيا صغيره، فما تخلصها تقوم تخلص تلاقي نفسك ما تعبتش قوي، وبرده حصلت كتير، فما كانش ليا ساعات مذاكره، كنت بذاكر بالكميه اللي انا شايف ان هي تكفي النهارده وخلاص. انفرم حضرتك. كلنا يا فندم النهارده يعني شعورك؟ الحمد لله، طبعا نحمد ربنا، ده سعاده كبيره وفرحه وفخر لينا طبعا ان عمر يرفع راسنا ويشرفنا ويطلع الاول على الجمهوريه. دي حاجه يعني كرم من عند ربنا اولا، وتتويج لمجهوده وشغلنا وتعبنا معاه، وتوفيق قبل اي حاجه من ربنا سبحانه وتعالى، ودي سعاده وفرحه كبيره الحمد لله عليها، نحمد ربنا سبحانه وتعالى. كنت متوقعين؟ والله انا متوقع التفوق، يعني ان عمر متفوق دايما، ويعني بيطلع من الاوائل على طول، وبيرتب على المحافظه وعلى الاداره لكن طبعا الاول على الجمهوريه طبعا، دي ما كانش في توقع ان يحصل حاجه زي كده. ده طبعا ربنا كرمه وتعب واشتغل، وده ثمره تعبه وتعبنا معاه وتوفيق ربنا ليه. حضرتك شغال ايه يا فندم؟ انا مهندس مدني. الوالده؟ الوالده طبيبه اسنان. دوركم في والله دورنا الدور العادي اللي الاهل بيعملوه مع اولادهم، مش حاجه يعني زياده ولا حاجه، احنا الدعم المعنوي والنفسي وتوفير الجو المناسب لان هو يشتغل ويعمل اللي عليه، وربنا طبعا هو اللي بيوفق في النهايه، ما بنعملش حاجه زياده عن اي حد بيعملها لاولاده يعني. رساله؟ التوكل على الله والعلاقه بيه اهم من اي حاجه، اجتهد واعمل اللي عليك، انت في الاخر بني ادم مش تقدر تعمل كل حاجه، انت بس تقدر تعمل تجيب اخرك، ومهما تجيب اخرك برضه هيبقى ضعيف، فانت مش هتقدر تكمل من غير توفيق ربنا ومساعدته ليك، انت اعمل اللي عليك.